حياكم الله مشاهدي الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا وأحداثنا في هذه الفقرة هو موضوع مهم جدا، دائما العراقيين حاليا من يطلعون الصبح من يطلعون بأي وقت يلقون أعمال بالشوارع من مجسرات من أنفاق من توسع للشوارع كثير من الأعمال، بس ما حد بيهم يعرف شنو جاي يسوون ليش وين شكو كل هاي التفاصيل اللي جاي تصير بالشارع هي من أعمال أطلقتها الحكومة ومجلس الوزراء هي لتخفيف الزخم المروري اللي حصل بالفترة أو السنوات اللي الأخيرة في العاصمة بغداد. مثل ما تعرفون يوم عن يوم شهر عن شهر سنة عن سنة بغداد جاي تكثر بها الازدحامات والاختناقات، يا ريت لو اختناق هم ماكو يعني كلش فد نوب. لذلك رئيس الوزراء أطلق مشروع وأيضا طلع وشاف وزار هذه المشاريع، واليوم احنا راح نشوفكم كل شيء ببغداد جاي يشتغلون به، شنو هذا ومين بادي ولي وين بادي، نفق جسر توسعة، كثير من هاي الأمور راح نستعرضها احنا وياكم. وكل هاي المواضيع هي مواضيع رسمية من الصفحات الرسمية التابعة للحكومة العراقية ومجلس الوزراء. خلينا نشوف ونبدي بتفاصيل هذا الموضوع عبر الصفحة الرسمية للحكومة العراقية. هذه الصفحة الرسمية تنزل كل أخبار الحكومة العراقية. استكمالا لتنفيذ مشاريع الحزمة الأولى الخاصة بفك الاختناقات المرورية، إطلاق أربعة مشاريع جديدة في مواقع مختلفة ببغداد. خلينا نشوف هاي المشاريع وهذا التفاصيل كلها. طبعا نبدي من مشروع إنشاء مجسر ونفق تقاطع الفنون الجميلة، يتضمن أولا إنشاء مجسرات عدد 2 بطول 400 متر زين وعرض 9 متر لكل منهما. الأول يربط بين الطريق القادم من المستنصرية بالطريق المؤدي إلى الصرافية. حلو الموضوع لحد الآن اللي هو هذا اللي جاي من المستنصرية، يعني هذا منه راح يبدي جسر يعبر هذا التقاطع المزدحم يعبر وين إلى الصرافية. إذن هاي المنطقة الجسر اللي هنا والتقاطع راح تخف عنا الاختناقات المرورية اللي تدمر هواية ناس هواية طلاب هواية ناس كسبة على باب الله. الثاني بين الطريق القادم من تقاطع الصرافية بالطريق المؤدي إلى مجمع الكليات، هذا الثاني. الثاني مين يا أخوان؟ أنتوا تقدرون من خلال الصور تعرفون هسه مثلا من هاي البناية زين اللي هي هنا، تمام؟ راح يكون الثاني من شوي اللي قدام من هاي البناية إلى التقاطع الثاني إلى الصرافية، يعني من تقاطع الصرافية إلى الطريق المؤدي إلى مجمع الكليات. هذا راح يصير عبارة عن مجسرات عدد 2 بطول 400 متر وعرض 9 أمتار لهنا. حلو. ثانيا تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة بين قوسين مجمع المشن، يتضمن إنشاء نفق بطول 470 متر بممرين للذهاب والإياب بعرض 10 أمتار، يربط طريق معسكر الرشيد بمنطقة الكرادة. يعني اللي جاي من معسكر الرشيد راح يصير هنا نفق تدخل وتروح، ما تحتاج توقف بالتقاطع شهر كامل على مود ينفتح وعلى مود تعبر، بعد ما يحتاج هذا الشيء زين. انت هنا بهذا التقاطع مال معسكر رشيد تقعد بهذا التقاطع، تجي توقف بالسياره تخابر
تكنك، يغسلوا لك الجامة، تروح تشتري مي، تشتري رصيد، إذا جوعان تدز على دليفري، ماكو يجيك لهنا، اللي هو الدليفري نص ساعة لو 20 دقيقة، لو ربع ساعة بالأقل، يجيك دليفري من المطاعم القريبة، تتغدى تقدر بهذا التقاطع. واقع حال هذا يعني، خصوصا مع المعسكر رشيد. إنشاء مجسر أوفر فلاي بطول 850 متر وعرض 9 متر يربط طريق بغداد الجديدة بمعسكر الرشيد. هسه واحد راح يقول لي شلون يا حبيبي شلون انت من طريق بغداد الجديدة اللي هو على الجسر راح يصير اوفر فلاي يعبر كل هاي الازدحام اللي جاي تشوفوه، هذا التقاطع مال معسكر الرشيد انت جاي منه من بغداد الجديدة، يمين تروح للكرادة، يسار طب على معسكر الرشيد، قبل تكمل وين على الدورة ما دورة وهذا السريع. فأنت أيضا راح يكون هنا مجسر أوفر فلاي من طريق بغداد الجديدة باتجاه الدورة، يعني هم يعبرك هذا الازدحام الحاصل اللي تشوفوه أمامكم. هاي نعمة من الله عمي، هاي هذا فرج هذا. زين، ثالثا مشروع تطوير تقاطع قرطبة شارع بورسعيد يتضمن إنشاء مجسر قرطبة بطول 725 متر وعرض 18 متر اللي هو هذا مثل ما تشاهدوا أمامكم، هذا المجسر اللي راح يكون موجود أنتوا جاي تشوفوا. هذا طبعا تعرفون وين صاير، طيران ما طيران وهاي السوالف باتجاه الطيران اللي جاي من نانا واللي رايح، وهذا سريع محمد القاسم بالنص. زين يابا، وهذا المجسر راح يعبرك. هاي بنزين خانة الجيلاني للي ما يعرفها، يعني هذا بنزين خانة الجيلاني اللي احنا نفوت منها نفول منها ونرجع نستدير وناخذ محمد القاسم. راح يكون اكو مجسر بطول 705، يعني ما تحتاج توقف بهذا النفق مال الجيلاني نص ساعة على مود تعبر. راح يكون اكو مجسر من هذا الشارع، شارع بورسعيد اللي هو هنا يعني مستشفى الجمله العصبيه، اذا يعني تندلوها اللي جاي منا من شارع فلسطين، ما شارع فلسطين ماكو، راح يعبرك هذا المجسر كل هاي الهوسه ويربطك وين؟ يربطك بالطيران. يمتد من شارع بورسعيد من بعد نفق ساحه الطيران عبورا لطريق محمد القاسم المجسر، يعني من نفق الطيران، من طب النفق مع الطيران راح يكملون نفق. زين، هذا النفق ايضا لمحمد القاسم يا محفوظ السلامة والبقى. هذا ايش صار عندنا؟ هذا المشروع الثالث. زين يابا، المشروع الرابع اللي هو انشاء الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك بغداد يتضمن انشاء مجسر ليتقاطع مع طريق بغداد بطول 2.5 كيلومتر، 2.5 كيلومتر اللي هو هذا سريع محمد القاسم وهذا طريق بغداد كركوك. شوفوا لياش كبره، هذا الطريق السريع ليتقاطع مع طريق السده. زين، مد طريق سريع محمد القاسم ليتقاطع مع طريق السدة، ليتقاطع مع طريق كركوك بغداد بطول 2.5 كيلو متر، 2.5 كيلو متر اللي هو هذا، يبدي يا عيني من محمد القاسم ويربطك بهذا الطريق بغداد كركوك. إنشاء مجسر على طريق قناة الجيش عبورا فوق سريع محمد القاسم، يعني مثل ما تعرفون طبعا هذا طريق القناة، طبعا احنا هنا بيتنا بهاي المنطقة قبل ندليت انا، لان هذا الشسمه الجي بي اس حافظه. هذا اكو مجسر صغير شايفين هذا موجود يعبرك من القناة الى محمد القاسم. بس بالجاية يا عيني هنا هاي الرستمية، ما رستمية وهاي اللوفة اللي رايح على بسماية واللي رايح على جرف النداف واللي رايح منا بعض البعض يروح للزعفرانيه واللي جاي على المرور واللي النهروان وسبع نيس وذني كلهن ماكو، لازم يفوت منا، بالتالي لازم يبقى بهاي الاستداره هاي اللوفه الصغيره
يبقى له فد نص ساعه 40 دقيقه من عمره، هاي كله محسوب من العمر، مو هيك شيء محسوب من العمر هذا اخوي. زين عني راح يكون انشاء مجسر على طريق قناه الجيش عبورا فوق سريع محمد القاسم بطول يبلغ 700 كيلو متر. احنا شو نريد لعد؟ هذني الاربع مشاريع اللي انطلقن حاليا. زين البعض يقول لي اكو 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 طرق وهاي هم بيها شغل، هذني موجودات، مو هن 11 مشروع يا حبيبي. طبعا فك الاختناقات المروريه، 11 مشروع اضافوا لهن ذني الاربعه، ايش قصارن؟ خير من الله. 11 مشروع دخل حيز التنفيذ من حيز التنفيذ من اصل 19 ضمن الحزمه الاولى. التتبع الزمني لتنفيذ المشاريع على النحو الاتي: 2 اذار 2023 تضم 19 مشروع، 5 نيسان اطلاق اول 3 مشاريع ضمن الحزمه الاولى، 27 نيسان اطلاق مشروعين من فك الاختناقات، 9 اب اطلاق العمل بمشروعين في ساحه النسور والرستميه، 3 تشرين الاول اطلاق 4 مشاريع ضمن حزمه فك الاختناقات. يعني بعد يعني هن 19 اطلقوا 11 من اصل 19. كل هذا الحكينا هو 11 من اصل 19. والله يا عمي هو هذا اللي نريده، هو هذا اللي نريده، ما نريد ازدحامات بعد عمي، ملينا بعد، عندنا واحد كون القاكم تشتغلون به. تقاطع الاندلس، هذا الدمار، هذا الدمار مال البشريه، من جاي من ملعب الشعب، هاي هنا مستشفيات وجامعات ومدارس هذا ما بي حل. منا توسعون، تشيلون الجزره الوسطيه، تشيلون الحديقه، فشي يسوون هذه المشاريع وهذه الاعمال. بالمناسبه هسه البعض يقول لي يابا شو احنا بمنطقتنا بالدرابين مال منطقتنا جاي اكو شغل. خويا هذا اللي بالدرابين شنو؟ هذا الشارع بمكان مال الرصيف 70 متر والشارع مترين. لا اخويا الرصيف راح ينشال منه ويتوسع الشارع. هاي توسع للشوارع والطرق الفرعيه اللي بالمناطق. عمي جبت لكم وسويت لكم وفهمتكم كل شيء، ايش تردون بعد؟ زين هسه خلينا نشوف تعليقات ناسنا. يقول مرتضى تحتاج هذه المشاريع الى متابعه مستمره لان اكو مشاريع حاليا بالمناطق متلكئه. انت جاي تقول بالمناطق، عمي الاولويه للطرق العامه، عمي احنا بالمناطق ماكو ازدحامات، الاولويه للطرق العامه، خلي يكملون الطرق العامه ونرتاح وبعدين نرجع المناطق. علي يقول بصراحه من اجى السيد السوداني حملات كبيره صرنا نشوف اليات بالشارع، صرنا نشوف عمل قبل، صرنا نشوف عمل قبل بس حبر على ورق. هسه اكو عمل جدي، اكو توسعات خاصه، طريق التاجي صح تعبنا من الازدحامات بس لازم نتحمل اخوان على مود يكمل. وكذلك ساحه عدن هم شغل ان شاء الله السيد السوداني راح يكون افضل رئيس وزراء من ناحيه الخدمات والنهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتيه في بغداد. بارك الله بكل الجهود ونتمنى مشروع تطويب المتجاوزين والزراعي هم يرى النور. تعليق من احمد يحيى يقول هذه المشاريع بسيطه جدا ولا تحتاج الى وقت او اعمال صعبه بسبب عدم وجود اي تعارضات طبيعيه او صناعيه. ارض منبسطه وشوارع مفتوحه، الشركات الصينيه او الكوريه تنجز مثل هذه المشاريع في شهر او شهرين فقط. اخوي احنا ما نريد شله وعبر على قولتهم. كان المفروض اما العمل بالتتابع او العمل ليل نهار لانجازه بالسرعه الممكنه، او العمل خلال الصيف واثناء العطله الدراسيه. اما فراس يقول جدا ضروري مجسر عند تقاطع جامعه بغداد عفوا تقليل الازدحامات يتم بعد طرق يتم بعده طرق منها بناء الانفاق والمجسرات، توفير وسائل النقل العام، تسقيط السيارات، فتح الطرق المغلقة. هو والله هذا تقاطع الجادرية مال جامعة بغداد. أيضا يراد للجسر من تنزل من هو أنت من تنزل من الجسر يلاقيك التقاطع، هو أنت من تنزل من الجسر يراد تصعد جسر ثاني يعبرك، لأن يعني ما شاء الله يعني
ما شاء الله كارثة. طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول في هذه الفقرة اللي هو موضوع الطرق الجديدة اللي جاي تصير والمشاريع والمجسرات والأنفق. نتمنى احنا نتمنى هذا الشغل يكمل ويتطور ويصير أفضل وأفضل بعد قابل شريط. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة الموضوع الثاني هو شوية موضوع يعني والله ما أعرف شون أفاتحكم به. موضوعنا يقول هيئة النزاهة زين يابا تطيح بمدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية زين يابا اللي ما شايف والله عندنا صناعات هيدرو طلع شركة عامة طلعت عندها مدراء عامين متلبسا بتهمة الرشوة زين يابا الرشوة ايش قد يابا هسه واحد يقول الرشوة ايش قد اللي هذا متلبس ودخل على مدها السجن الرشوة 25 مليون دينار هنا اللطم هنا 25 مليون دينار انت مدير عام حوافز ومخصصات وسيارة وسايق على مود 25 مليون دينار لك ليش ليش وشنو السبب ليش وشنو السبب انت مدير عام تدخل على مود 25 مليون ولك ذني بشهرين ثلاث اربعة تطلح من راتبك مدير عام راتبك اقل شيء ايش قد كم مليون يا اخوي اي مو هيجي مو هذا العمل مو صحيح يا اخي مو صحيح مع الاسف والله. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وايضا ردود افعال المواطنين. يقول لك هيئة النزاهة تطيح بمدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية متلبسا بتهمة الرشوة بقيمة 25 مليون دينار النوب داخل مكتبه. ولك يا ابوي ليش عمي اتقوا الله اتقوا الله. خالد يقول يومي شايلين مدير عام خير من الله المدراء صدق خير من الله. ذو الفقار يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق كذب بس راتبك ومخصصات المنصب والنثرية تعيشك ملك. اي بالله يا ذو الفقار. احمد محمود يقول لي يقول شو وقت النزاهة شو وقت نزاهة محافظة ميسان تشتغل لان ماكو دائرة بقت سليمة اذا مو غاطة وطالعة بالحرام. نتمنى انه يشوف يعني شوفوا جوز هاي الناس تعاني يعني. علي يقول اداوم شهر الداوم شهر بالموانئ تشتري احسن سياره وتبني احسن بيت بالعالم وتفتح احسن مشروع بالعراق ورصيد بالبنك. اللي ما يعرف للي ما يعرف شنو هالموانئ شنو هالموانئ بشهر اشتري سياره ايش قد راتبك بالموانئ اخوي ايش قد 70 مليون مليارين تاخذ بالشهر يا اخوي. عفوا محمد رضا يقول كارثة والقرآن يعني مدير وراتب وشبعان فلوس وتاخذ رشوة لعشقت كنت فقر وجوعان قبل لا تستلم المنصب. اي والله اخوي هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع الرشوة شقد كانت 25 مليون. راح اطلع لكم واحد متلبس برشوة بس الرشوة شقد شقد الرشوة الرشوة يا عيني 300,000 300,000 دينار هاي الرشوة. هسه البعض راح يقول شنو هاي الرشوة ال 300,000 والله يا اخوي هاي الرشوة ال 300,000 هيئة النزاهة ايضا تطيح بضابط مركز شرطة البياع برتبة رائد تاج في وزارة الداخلية متلبسا بجريمة الرشوة بمبلغ بقيمة 300,000 دينار ألطم أبكي. آخ يا خسارة السنتين مدري 3 سنين بالكلية العسكرية راتبك خير من الله رائد أقل شيء هسه راتبك 2.5 أقل شيء 2.5 أقل شيء
ومحترم وبسلك محترم أمني يرعى شعور المواطنين وشؤون المواطنين ويلقي القبض على الإرهاب ويخلصنا من الأذى. وانت يا أخوي 300,000 دينار دنت نفسك عليهن لك ليش؟ آخذ رشوة ورقتين. هذا بال25 مليون أنا ضايج منه، تجيني أنت أبو 300,000. والله ما أعرف، عجيب العراق، عجيب عجيب العراق، بي شغلات ما أنزل الله بها من سلطان، عجيب. 300,000 أنا أدخل من وراهن السجن والنزاهة وانفصل ويروح ويروح كل شيء. عمي تعالوا شوف الخبر، خلينا نشوف الناس شو تعلق. يقول لك هيئة النزاهة تطيح بضابط مركز شرطة البياع برتبة رائد في وزارة الداخلية متلبس بجريمة الرشوة بقيمة 300,000 دينار. يا يا أبويا 300,000 دينار لك ليش؟ شو يقول بالله، شو يقول علي عيسى الربيع؟ يقول انت جديد على الشغلة مبين وغشيم، 300,000 ورقتين يعني. شوف جماعتك شدات استفادوا عمي، صدق شدات. عامر المولى يقول له، يقول كان استحى من الرتبة على كتفه، على كتفه رتبة هنا على الكتف، كان استحيت منها هنا، خليك اياها هنا النوب تاج، التاج الجمهوري ابو النسر. يا ابويا فادي، فادي يقول اغلب المراكز هيك، شنو الجديد بالموضوع؟ صدق والله ما ادري. حمزه يقول هذا الضابط جوا السوق يشجع العمله الوطنيه. اي والله زين، ما ماخذ منه بالدولار، يشجع العمله الوطنيه، ما ماخذ منه دولار، ماخذ منه عراقي، يشجع العمله الوطنيه هذا الضابط. كرار يقول رائد وياخذ رشوه وما مقتنع برزقه. الف الحمد لله والشكر ربي على القناعه التامه. واحدنا يوميته 25 ومن الصبح لليل مكسور ظهره، بس اهم شيء رزق حلال والقناعه التامه. هذا كان اخر تعليق باخر موضوع بفقره فيس تو فيس. وراها يا عيني راح يبدي الكلام في فقرة ترند تيوب، انتظروني جايكم بعد الفاصل. ناعم يا وطن يا ابو الحضارات، ناعم يا وطن يا ابو الحضارات، احضنك لو صرت كلك سكاكين. بعد ماكو شو اسمه سالم وهاي وسالما، ناعما منعما بعد. تم تغيير النشيد الوطني رسميا، ناعما منعما، كاغد جام ناعم هيك ضارب العراق عبالك، ناعما منعما زين، ناعما عشان احنا نكيف تصير الحياة بنعومة وهذا نكيف، ولك ناعما منعما سويتي لنا النشيد زين. الدناء شنو وضعيته؟ الدناء وضعيته وياك شنو؟ شنو دناء؟ دناء اخو من هذا دناء؟ زين زين عمتي دنيئه، السناء والبهاء والدناء تجاي تسوين عمي؟ خلي نشوف الجاي تسوى هاي، خلي نشوف. عيد لي يا صوت، والله عيد لي يا صوت مخرجنا، عيد لي يا صوت وسمعوا سمعوا. بهاء والدناء ناعم، هذول اخوان توم، بهاء ودناء. ما اخذ لقمتك العراق حتى تقولين دنيء يا دنيئه. الدناء شنو وضعيته بالموضوع؟ ناعما منعما شنو هو غير؟ انت بس فهميني، مو اكو بلاي باك، مو اكو تقري وبعدين لبسينك تجين تحكي، ما حد علمك النشيد، صار لك ايش قد تشتغلين بهذا المهرجان
ما حد قال لك يابا النشيد الوطني العراقي اللي كاتبه ابراهيم طوقان يقول ما بي دناء ولا ناعما منعما بي سالما بي الجلال بي البهاء ما بي الدناء ما بي ناعما ناعما منعما. الله اكبر الله اكبر عليك ولك هذا نشيد وطن وقدام ضيوف عرب وضيوف اجانب وجاييني تقرير وجايتني تقرير لي ناعما منعما عم تصبحون على وطن ناعم بعد منه وهيك ما نقول لكم تصبحون على وطن شو اسمه تصبحون على وطن ناعم بعد ماكو صباح الخير صباح النعومه بعد ماكو سالم يا ناعم يا وطن منه وهيك ناعم يا وطن ناعم يا وطن بعد. هذه الفنانه اسمها شذا حسون عراقيه مغربيه كذلك الحال والدها ووالدتها مغرب من المغرب ولكن هي عراقيه وتعيش في العراق وجنسيتها وجوازها عراقي. تجين لي بمهرجان ما ادري شنو ما شنو مناسبتيش ما حد افتهمه شنو تقولي لي ناعما منعما ولك نشيد ما عرفتي تقري ولك. هسه المشكله انا اعدي النشيد ممكن اعديه وهذا نشيد بلدي ما اعرف ممكن اعديه بس الشغلات الثانيه شي اعديها ولك بالمهرجان اللي صارت عمي تعالونا خلينا نشوفكم الشغلات اللي صارت بناعما منعما شنو الشغلات اللي صارت. طبعا هذا المهرجان ما نعرف يعني هو هل بمناسبة الـ يعني يوم الاستقلال لو شنو غير نفتهم. خلينا نقرأ التعليقات مال ناعما منعما وراها نفاتحكم بالسالفة الأكبر. بعد شهد تقولها لو ما مغني أحسن لك وأشرف لك شن هالمخازي وقولوا يابا وقولوا ياي شنو قولوا ياي صديقتي شنو يلا قولوا ياي وشنو قولوا ياي روحي طم روحك احسن لك. هدى تقولها يا ناعما حتى ما حافظ النشيد الجاي على العراق جيتي ترقصين على جراح العراق وتنشرين فسقك بالمجتمع مع التافهات شبيهاتك الله ينتقم منكم خزيتوا العراق. هسه راح اشوفكم شلون خزوا العراق بهذا الماء. انتظروا خلينا نشوف انتظروا. الحاجة سوزان تقول ترى هذا نشيد وطني مو لعبة شنو هذه الخربطة إذا محافظين ليش تقرون ترى حقها لأن هي بحياتها ما سمعت النشيد وإذا سامعته فأكيد مرة واثنين بكل عمرها وأغانيها عن العراق ترى مجرد تجمع فلوس بسببهن. إيه هو العراق يعرفوا بس بالفلوس. رؤية تقول يعني حفظي على الأقل شنو دا 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 وقولوا ياي هي خشابة صدق هي شنو هاي. المشكلة الأكبر يا أخوان بعد البيان إن شاء الله خلي نشوفكم اللي صار بهذا الشسمة هذا المهرجان. هذه نماذج من المهرجان التي كانت حاضرة وواقفة في ساحة الاحتفالات. المهرجان هذا هم كاتبين بمناسبة اليوم الوطني اللي هم ما يعرفون شنو اليوم الوطني. عم الله بالخير تدرون شنو اليوم الوطني؟ احكي عمي تعالوا خلي احكي لكم اياه بهاي الكاميرا اليوم الوطني مخرجنا وياي خلي احكي لكم اليوم الوطني شنو اساسا منين انبثق هذا اليوم الوطني. يا اخوان ثورة العشرين وثورة العشائر اللي صارت سابقا واللي كانت تحرير العراق من الاستقلال هذا اللي صار عندنا استقلال من بريطانيا الاستعمار البريطاني. هاي ثورة العشرين وثورة العشائر وثورة النجف هو يوم الاستقلال
في 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 العهد السابق عهد الملكية يوم 13 من اجى حزب البعث المقبور هو واللي لفيه محى هذا اليوم. البعض يقول لي رجع بزمن الكاظمي، انت شو عقلك وين؟ انت عقلك ولك انت ذا محافظ تاريخ العراق ليش تحكي؟ وشنو اللي رجع بزمن الكاظمي؟ وشنو شنو اللي صار بزمن هذا رجع بزمن الكاظمي؟ مو صار اخوان، هذا قديم، هاي ثورة العشائر، ثورة العشرين، ثورة النجف الأشرف، تحريرنا من الاستعمار البريطاني، هذا يوم الاستقلال اللي هو 13. انتوا جايين مسوي لي مهرجان بمناسبة هذا اليوم وجايبين لي وين ماكو وحدة فاتحة فستانها لو طلعت لي بطنها لو اكتافها لو لك عمي شنو هاي؟ انتوا تدرون هذا المكان اللي محتفلين به شنو؟ هذا ساحة الاحتفالات شنو؟ تم تدنيسها من قبل بعض والله استحى اقولها وعذرا للمفرد عمي، العاهرات بنات الليل، مهرجان مسوي لي مدري شنو ما شنو. زين السفيرة شو عليها السفيرة الأمريكية؟ مهرجان العراق الدولي، سفير احنا طالعين من استعمار واحنا مستقلين من بريطانيا، هذول هم محتل، احنا غير فرحانين بهذا يوم الاستقلال اللي من بريطانيا، جايبين لي السفيره الامريكيه شنو يا هي؟ زين السفيره شنو؟ والله ما ادري، هسه احنا فرحانين بالاستقلال، السفيره شنو تجي تلقي كلمه؟ يعني انا اطلع من الانتداب والاحتلال البريطاني اطب الامريكي؟ لا، وكلمة رسمية ومصعدينها OTQ تقرأ لك عمي شنو هاي؟ وتشكر الحضور وتشكر انت شو عليك؟ وتذكر هاي حسون وما ادري اسمها الغنة النشيد ناعما منعما، على يا جهود تشكريها؟ على الناعم منعم لو على الدناء؟ الدناء او النناء؟ مو هذا هذا اللي ضوجك؟ احنا هذا يوم الاستقلال من اللي قامت به ثورة العشرين وعشائرنا البطلة وثورة النجف الأشرف، انا اجي احتفل بيوم الاستقلال، امسوي يوم وطني يوم الاستقلال، اجيب بي السفيرة الامريكية؟ هاي شنو هاي عمي؟ السفيرة الامريكية، امريكا اللي هجمت البلد من التسعينات لحد 2003 لحد ما طلعت. فهذا موضوع اليوم الوطني. هسه رجعوا لي خل افهمكم شنو صار بهذا المهرجان. يقول لك اصبح التعري والخليعه احد ابواب الثقافه والتطور. صور من مهرجان العراق الدولي للاسف هكذا مناظر في بلدان اسلاميه. مع كل اسفنا لعرض بعض الصور الخادشه بغداد العراق العيد الوطني، طبعا احنا غطيناها الضيم، غطيناه، غطينا البلاول طالع جاياتني بهذا المهرجان اللي والله مهرجان بمناسبة اليوم الوطني وجاء ولكم انتوا تعرفون شنو هذا؟ هذا يوم الاستقلال، هذا يوم عظيم كبير. تجي لي وحدة تقرا لي ناعما منعما لو يجني ذني مدري مين ما مين، هاي الشكولات، هاي الشكل، هذا الشكل، هذا مين؟ هذا وجهك وين مشتغل؟ مطلعت لي وين مشتغله هذا وجهك؟ وين يم ياسم كري؟ هذا بالقلم والشاكوش؟ وانت الثانيه لابست لي فستان ومطلعه لك عمي شنو هاي؟ كارثه والله العظيم. وين المحتوى الهابط من هذا المحتوى الهابط؟ وين من شذا حسون اللي تقول بالنشيد ناعما منعما وتقول الدناء والنناء؟ وين المحتوى الهابط منه؟ وين المحتوى الهابط من هاي من هذا اللبس الهابط في ساحة الاحتفالات، الساحة اللي بيها الجيش العراقي البطل والجنود والاستعراضات والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والرسمية، تجيبوا لي مدري مين ما مين ناس؟ لا، هي المهرجانات بالعراق ثابتة، الحضور ثابت، أحمد الخفاجي ومرته، شهد وفهد، رائد أبو فتيان، ولاية بطيخ،
الكسندر مدر منو زوج رحم، اي هاي ثابتي ثابت، اي مهرجان بالعراق اي تكريم هاي ثابت، الا حسين بس هاي ثابت. ما عندنا غير ناس، ما عندنا غير مبدعين، ما عندنا غير ناس ضحت وقدمت وسوت للبلد، ثابت هو هاي المهرجانات ثابته. وجواني والله للاجل المهرجان والقش اذا حسون لا انه ذول يصورون بيها مطلعين تليفوناتهم ويصورون النشيد وفرحانين، وهي تقول ناعما منعما الدناء والنناء. والله انت دنيئه، والعراق هذا اللي جاي يصير بالعراق حرام. زين طبعا هوايه يعني صارت بيانات استنكار على هذا الموضوع من ضمن هذه المواضيع. المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أيضا نزل بيان استنكار عن هذا اللي صار. قيمنا العراقية، قيمنا العراقية تأبى الرذيلة التي قدمتها وزارة الثقافة والإعلام في الاحتفال بالعيد الوطني، ولا يمكن أن تمر هذه النكبة دون عقاب الجهة المقصرة. نطالب السيد السوداني باتخاذ موقف حازم ومسؤول من هذا الفعل المشين، كما ندعو البرلمان لرفع صوته ضد كل ما يهدد ثقافتنا الأصيلة. الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي دكتور علي الدفاعي 4/10/2023. هذا واحد من البيانات الكثيرة اللي صارت حول هذا الموضوع، بيان استنكار من المجلس الأعلى العراقي حول موضوع المهرجان وغيرها وأيضا كثير من الأمور. هذا كان آخر موضوع بهذا الفيديو اللي هو ناعما منعما. الفيديو اللي بعده هو فيديو أيضا محزن، ما أعرف أنا اليوم هي ملتمة مع الضباط، ضباطنا ما أعرف إيش بيهم، ضابط بتخرج ابنه شال سلاحه وظل يرمي، بعدين أقول لكم إيش صار بالضابط. خلينا نشوف الفيديو. يعني ما أعرف والله ما أعرف، أنت ضابط وتخرجت وتحمل سلاح تدافع به عن الوطن وعن شعبك، وأنت الوالدة ضابط وقديم وعقيد والجريمة المنظمة، بحفل التخرج أكمش سلاحي ورمي؟ إمو أنت تحمي الناس من اليرمون، أنت تلقي القبض على اليرمون، لا تنهى عن شيء وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أنت لا تجي تلقي القبض على الناس ترمي وتستعرض بالسلاح إنه بدت تجي ترمي، والله شنو ابني متخرج وانت ضابط برتبة عقيد ما أعرف عميد، وهاي الناس هاي الشباب هاي ترمي لك؟ عمي احنا المواطنين نحاسبهم، المواطنين نحاسب. والرمي تعرفون يعني ايش قد صار؟ اثنين ارهاب مدري والله مدري ايش قد. زين انت تجي ترمي. طبعا وزير الداخليه مشكور حسب الاخبار اللي انتشرت، يعني حسب ما نشر انه تم ايقاف هذا الضابط وايضا محاسبته وكثير من الامور صارت. بس هي يا اخي من تجي وتصفن لها انت ترمي ليش؟ شنو السبب؟ خلينا نشوف تفاصيل هذا الموضوع وش صار بموضوع هذا الضابط اللي حسب ما انتشر انه هو اتحاسب. وزير الداخلية يعفي مدير الجريمة المنظمة في الكرخ العميد علي سعيد من منصبه اثر اطلاق الرصاص الحي فرحا بتخرج ولده. فرحان بتخرج ابنك، اجيب له هدية، اروح اوديه زور، اجيب له ناس تفرح بي، عم اجيب له موسيقى وفرح وهلاهل وشوكليت، ارمي ليش؟ هاي الطلقه ما راح توقع عليها على مسكين، هاي الطلقه ما راح توقع عليها على بيت، على سياره، على مكان ممكن تخربه. إيه ليش ما تفكرون بهاي الطريقه؟ مو حرام؟ باكر ورانا حساب وكتاب يا ناس يا عالم. صعب هذا الموضوع صعب، انت تجي ترمي والله تتخرج لا الناس وهذا وش. والله مع الاسف مع الاسف. خلينا نشوف التعليقات.
يقول جبار كاظم هذا إذا مدير الجريمة المنظمة وهيك يسوي، لعد الجريمة الغير منظمة شلو؟ أنت شنو خالو جبار كاظم الطاه؟ أنت كان مشروعك تحشش وما رهميت لو شنو؟ غير تفهمني حتى أنا أفتهم منك يا أخوي يا حبيبي. محمد يقول مدير الجريمة كان رمي بالهواء مو جريمة تطيح براس العالم. والله عمي صحيح، والله عمي صحيح، ايش تحكي ايش تقول. رضا يقول احسنت، استهتار هيته مو دولة، كل من إله. بارك الله بيك سيادة الوزير. مهند ابو علي يقول عاشت ايدي هسه ارتاح قلبي وندليت دربي، بس كون الخبر صحيح. نتمنى أن يكون الخبر صحيح، ونتمنى محاسبة كل شخص سوي لنا نفسه أنه يعتدي، لو يرمي، لو يسوي شغلات ما أنزل الله بها من سلطان بالشعب، خصوصا إذا هم ناس رسميين، ضابط، ناس عندهم مناصب رسمية. طارق الجبوري يقول من أمن العقاب ساء الأدب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وبمثالهم. طبعا اذا هو اللي امن على 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 الشيء يعني طبعا يسوي غيره، يعني يسويها مره ما تحاسب يسويها مره ثانيه، بس اعتقد بعد ما حد يتجرأ ويسوي هذا الفعل. والحمد لله عمي هذا التليفون نقذنا، هذا التليفون نقذنا اليوم، ايش يصير قبل صوروه وطشوه، عمي عاش تديهم، هذا التليفون انقاذ للبشرية، صار أي شيء يصير قبل صوروا وراحوا. من أمن العقاب أساء الأدب فعلا. طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر فيديو عندنا بهاي الحلقة، ونكرر إحنا أنه مثل هيك أفعال، مثل هيك مواضيع ما نريدها تكون موجودة في بلدنا ولا في وطننا، خصوصا أنه دول ناس رسميين بمناصب رسمية، تضابط ضابط، انت تحمي الوطن، تدافع عن الوطن، ما من المفترض انه انت تطلع سلاحك وترمي فرحا بتخرج ابنك، وابنك هم تخرج من كلية الكلية العسكرية، يعني هم ينصار ضابط، فانت مو يا اخي يعني انت فرحان بابنك انه بتروح توقع لك واحد. كارثة، هاي كارثة، موضوع بتفاصيل يعني هواية. أتمنى أنه القرار يكون صحيح. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسام، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في مال الله.